السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال إخواني؟ أتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. موضوع اليوم مهم للغاية، خصوصا إذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد أو شخص من أقاربك أو أصدقائك يفكر في شراء هاتف جديد. ما سأخبرك به اليوم قد يكون صادم للبعض، وهناك من يعرفه. هنا في المغرب هناك الكثير من الباعة يقومون بهذه عملية النصب، وما أرويه هو ناتج عن يعني صداقاتي مع إخوتي الذين يعني لهم محلات يبيعون الهواتف الذكية، ويعني يصدمونني في بعض الأحيان ببعض المقالب وبعض طرق النصب التي يقوم بها هؤلاء الباعة. ومن الطرق التي يعني انتبهت إليها وأحببت أن أشارككم إياها مع وهذا مع الحل، وهذا يا إخواني صدقوني أقسم بالله أنني بذلت مجهود كبير جدا لكي أعثر لكم على الحل، خصوصا في هواتف أندرويد. فما يجب أن تعرف أو كما تعلم أن هناك الكثير من الباعة إخواني أخواتي، إما أنه خصوصا في الهواتف باهظة الثمن، عندما يكون هناك إصدار جديد للهواتف قد يحصل عليه البائع ويشتغل به أسبوع أسبوعين، بعد ذلك يرجعه إلى يعني العلبة ويقوم بإعادة تغليفها كما يعني قام بذلك المصنع. وعندما ترغب أنت في شراء هاتف يقول لك البائع أوكي نعم عندي هاتف جديد لا زال في البلاستيكا، كما نقول هنا بالدارجة المغربية باقي في السلوفان، وأنت تقتنع لأنك تسمع أن الهاتف الجديد لازال في العلبة البلاستيكية لازال في السلوفان، فبالتالي تقتنع وتشتري الهاتف. وفي النهاية هذا الهاتف تم الاشتغال به من قبلك، وهناك حالات أخرى أن أشخاص يشترون هواتف ويعني لظروف مالية أو مثلا يريد التغيير يعيد إعادته إلى البائع ويبيعه إلى البائع بثمن أقل، وبطبيعة الحال الشخص يعني يشتري الهاتف مرة أخرى بثمن أقل ويقوم ببيعه لك على أساس ثمن الجديد، وهنا بطبيعة الحال يتم النصب عليك. اللهم كذلك هناك بعض البائع يقومون حتى بتغيير الأكسسوارات من الأوريجينال إلى المزور. فهدفي في هذه الحلقة أن أريك بطرق علمية بطريقة حقيقية كيف تعرف هذا الهاتف إذا سبق وتم فتحه وإذا تم سبق وتم الاشتغال عليه. طبيعة الحال كما أقول دائما في الأنترنت لا تنسى، ولكن كذلك الأجهزة الإلكترونية تترك آثارها. فإذا اشتغلت بهاتف صديقي حتى في أول مرة قمت بتشغيله فهذا الهاتف كذلك يترك آثار. هذه المسألة لا يعرفونها هؤلاء النصابة، وبالتالي أخي أختي فأنت الذي ستستفيد إن شاء الله من موضوع هذا البحث الذي قمت به. فلكي نمر مباشرة إلى الشرح، بالنسبة لهواتف آيفون سأشرح المسألة في نهاية هذه الحلقة، ولكن سأركز المجهود لأنها بسيطة، لكن المجهود هو في ما يخص هواتف أندرويد. بكل بساطة أخي أختي، عندما ترغب في شراء هاتف جديد أطلب من البائع أن يقوم بفتح هذا العلبة، ولكن عندما تقول له افتح العلبة هذا يعني أخي أختي أنك فعلا ستود شراء، يعني اقتنعت أنك تريد شراء هذا الهاتف. فما عليك صديقي هو أنك تفتح العلبة تأخذ الهاتف، ثم بعد ذلك سنقوم فقط بكتاب سطر أوامر بسيط على الهاتف. هذا السطر سيعطينا ما إذا كان الهاتف تم استخدامه من قبل أم لا. كيف ذلك؟ هذا ما سأشرح لك في هذا الفيديو، وبرجاء لا تبخل عليها بالنقع على لايك 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 لايك، لا أحتاج إلى التشجيع، انقر لي على لايك وشارك هذا الموضوع كذلك مع أصدقائك. إذن إخواني الطريقة هي بسيطة، نفترض أنك أخذت الهاتف من البائع، ستذهب إلى جوجل بلاي وتقوم بتحميل تطبيق تيرمكس. هذا أي ترمينال هو ينفع، فقم فقط بتحميل هذا التطبيق تيرمكس، وبعد أن تحمل هذا التطبيق لأن هذا التطبيق سيمنحنا الدخول إلى قلب الهاتف، فعندما نفتح هذا التطبيق كما سبق لي وفعلت ستقوم بكل بساطة بكتابة هذا الأمر. هذا هو السر state cache كما تشاهد الأمر كما تشاهده هكذا، ستكتب state slash cache grep مضيفة، بعد ذلك تنقر على انتر. اذا لاحظ ما عندما انقر انتر يعطيني موديفاي انه تم التغيير بالفعل، انا قمت بفرمطة هذا الهاتف البارحة، فلاحظ معي 20/4/27 مع الساعة الخامسة. اوكي، ما يجب ان تعلم ان الهاتف عندما تقوم بفرمطته فهو يترك اثار، والبائع او اي شخص قام بشراء هاتف ويريد ان يبيعه سيقوم بفرمطته، لا يمكن ان لا يفرمط الهاتف والا فبياناته كلها في خطر، فبالتالي الفرمطة شيء ضروري ومؤكد. فعندما نقوم بفرمطة هذه الهواتف وهذا هو الأمر العادي الذي يحصل، فالهاتف يترك لنا هذا الأثر، يترك لنا في هذا الملف، فبالتالي نقوم نحن فقط بأخذ هذا الأثر من على قلب الأندرويد
وكما تشاهدون أن الأثر تركه في 20/4/27 الساعة 5:23:57. الطريقة كما تشاهدون هي بسيطة جدا. إذن هذا بالنسبة لهواتف أندرويد. بالنسبة للناس التي تود شراء هواتف أبل، أوكي، المسألة هي بسيطة جدا. ستدخل على الرابط الذي يظهر على الشاشة، تقوم بكتابة هذا الرمز أو تذهب فقط إلى إعدادات الهاتف كما ترى، ثم تأخذ رقم الإيماي. عندما تدخل هذا الرقم الإيماي على الرابط الذي تشاهد أو كما تشاهد في الفيديو، فبكل بساطة سيعطيك الضمان، لأنه الضمان في أبل بمجرد أنك تقوم بتفعيل الهاتف لأول مرة يعطيك سنة ضمان. فطبيعة الحال إذا وجدت التاريخ، عندما إذا نفترض أنني فعلت الهاتف أو أول مرة أدخل إلى أو أشغل هذا الهاتف اليوم مثلا 7 أبريل 2020، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنني يجب أن أجد في الضمان 7 أبريل 2021. ماذا إذا وجدت 5 أبريل أو وجدت 5 أو 10 أكتوبر؟ هذا يعني أن هذا الهاتف سبق تم الاشتغال به، ليس هاتف جديد. الهاتف الجديد هو الهاتف الذي أنت من تقوم بتفعيله. وهذه طريقة بسيطة كما تشاهد على الشاشة تعطيك ما إذا كان الهاتف تم الاشتغال به من قبل أو لا. نتمنى إن شاء الله أنكم استفدتم من الموضوع اليوم. إذا كنت بالفعل تشجع مواضيعي لا تبخل علي بمشاركة هذا الفيديو، وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها دروسي فأنصحك بشدة أن ترفع على الزر سبسكرايب للانضمام لأزيد من 3.5 مليون مهووس بالتقنية. إلى ذلكم الحين ونلقاكم في فيديو قادم بإذن الله. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.